لاحظ المثال عندنا خط الثمانية. رفعت عن 13 موت 77 طلعت 50. خلينا ناخذ السبعة لنا. سبعة. تمام. أنا أحط رقم سبعة. عندك تفسير ليش الشاشة ترجع صغيرة لما بركبها على ال شو دخلت؟ سبعة تو ذا باور 13 تساوي كم؟ عندنا موت 77 اللي هي السبعة في كم طلعت عندي؟ 11 و7 وال مود الالفا مود 60 المفروض 60 ايوه مود 60 طيب مود 60 طلعت عندي تساوي 7 وهذا خلينا نشوف غيرها نقرب التسعة مثلا نقرب العكس البي لا عندي بعد ذلك في معك على طول السي للأس مو ده الرقم نفسه السي البي يساوي السي عندك كم؟ السي طلعت سبعة طلعنا سبعة 37 مو 60 هتطلع سبعة للأساس للأس 37 مود 60 هتطلع توافقت الرقم سبعة بالصدفة لكن خذ رقم غير السبعة خذ مثلا تسعة عشرة خذ تسعة حتحسب السبعة تسعة أس 13 تسعة للأس 13 تساوي مود 60 هذا الرقم وبعدين مود 60 سبعة سبعة وسبعين الان سبعة وسبعين ايوه لان اخترنا سبعة و11 كبير ايوه بس عندي قيمة السي كيف احسب السي في رؤية حساب السي ارجع قبل الاكزامبل السي تساوي ايش؟ مود ان مش الفا صح مود الان احنا جالسين نقسم على نقسم على فخلينا نرجع للسبعه خليني اخذ السبعه مره ثانيه مود ال 77 مش مود ال 60 ايوه مود ال 77 لاحظ عندي الان انا واخذ السبعه فسبعه للاس 13 تساوي مود 77 السبعه والسبعين 35 طلع الرقم عندي المشفر السي يساوي 35 اذا انا شفرته وبرسله على انه 35 بيروح الطرف الاخر حيكون قيمته يساوي كم؟ ياخذ ال 35 البي يساوي سي للاس 37 35 للاس دي 35 للاس 37 طلع رقم كبير
مد 77 حترجع لي سبعة. الرقم 7 والكاركتر المرجع حتمشي العمليه دائما على هذا الاساس، ياخذ القيمه ويعمل عليها العمليه. لاحظ اعطاك بوبليك كي مشروع الانترنت واحتفظ هو السكر كي. ايش ارسل لي ايش اعمل؟ اعمل تشفير على البوبليك كي حقه البوبليك كي وارسل له اياه. ما فيش حد يقدر يقول طيب هنا مثلا فين البرايفت كي والبابليك كي اللي كان؟ البرايفت كي قلنا الدي برايفت كي والاي للبابليك كي والاي بابليك الان ايش اللي بيحصل بالضبط؟ انا عندي رقم البابليك كي حق فوزي محتاج ارسل له بيانات اروح اشفر هذا الببليك كي حقه بيروح هو يفك التشفير عنده البرايفت كي عنده البرايفت كي على فكره حتى المرسل لا يستطيع استعاده المحص لانه ما عندهش البرايفت كي ما عندهش البرايفت كي حق فوزي طيب لو الشيء ارسل لعبد الكافي عنده برايفت كي مختلف فكل واحد حترسل له هنا غمنت الى انه ترسل لكل واحد طيب اللي يسوي جريديشن للبرايفت كي يسوي البرنامج نفسه برنامج عندك برنامج بيعمل كده بس الافضل من ذلك ايش هو؟ الاكبر احتياطا من ذلك لاحظ انا ممكن اولد برايفت كي وبوبليك كي وانت ممكن تولد بوبليك كي برايفت كي تنشرها عشان كل خاطبك ويخاطبني هذا بوبليك كي تقدر تنشره كل الناس كلهم هذا البابليك بنشره ايوه هذا المشكله انا شيء ممكن انا الجنريتور يطلع لي الرقم اللي عندك ايوه ما ينفعش في هذه الحاله يقول لك لازم ما تسجله الثيرد بارتي الثيرد بارتي هو المخصص يقارن بين حقي وحقك لا متخصص في التسجيل عشان اقبل الدوبليك كي حقك لابد ما تجيب لي سيرتيفيكيت تقول لي انا والله عندي دوبليك كي يقول لك ما اقبلوش بالرقم اعطيني سيرتيفيكيت فقط انت تكون قدمت على الاعتماد اعتمدوا لك الرقم هذا لك وخلاص وضعت بين ثلاثة المحطة يجي واحد يولد نفس الاسم يقول له لا خلاص هنا ضمنوا لانه سيرت بيرتي بيعمل تنسيق بين الحالات كلها العملية على فكرة لا ينفر استراكشر حنشوفه كله بالتفصيل فيما بعد اللي يهمني حاليا انه انا اشوف الفكرة الاساسية وراء البرايفت كي والبرايفت كي احنا في هذه الحالة كنا بنشرح الطريقتين الموجودة كانتروداكشن لم ندخل التفاصيل ولكن سنة الفوزي هو اللي قفزنا كل هذه التفاصيل خلينا نشوف الآن مشاكل خلينا لا بالعكس يعني على لا هتخفف علينا لما نوصل إليه خلينا الآن نشوف كريبتوغرافي سيمتريك يعني الاثنين عندهم نفس البرايفت كي عشان يستطيعوا في كثير من الستاندردز اهمها الدي بي اس الداتا انكريبشن ستاندردز هذه اهم ستاندرد الموجوده دي بي اس وغيرها من الستاندردز اوبن سورس على الانترنت يعني لا تعرف نفسك خذ الكود حقهم اوبتمايز وشغال 100% وانا قررت يمكن كل من قبل يعني كثير قررت كل الاقوال بتشتغل هذه الستاندرد الدي اي اس على 64 64 بت يا فوزي الستاندرد يقول لي 52 تمام؟ عفوا 56 الستاندر حقه القرار الجديد اي اس ستاندر يقول لك الكي عندي 52 الاولى 64 واحنا نصر على انها 64 وهو يقول لك 52 وفي الواقع هي 64
يسوي تقول لي تقية البيت كم 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 بيت تقية المفروض؟ 8 8 راح تقية 8 يحشر هاي لا هذه كم بيت؟ ثمانية بس أيوة أيوة وهذه كم؟ نقل ليش جاي قسمني على الثمانية وكيف جاب لي الثمانية؟ عشرة قول لي ليش؟ لأنه محط أصفر والبقية كيف بيقسمها على هون؟ ليش يا سلام؟ نسيتهم نسيتهم هاي اسمها أركيتكتشر أركيتكتشر كان موجود بيت صحيح ثمانية بس واحدة من البيت اللي عندي البيت اللي عندي أركيتكتشر عندي في النقل البيت ثمانية لأنه عندي بارك تشيك ولا هي في الواقع في التنفيذ سبعة سبعة ستة وخمسين الأذكياء أقول لك طيب ما بارك تشيك هذه حخلاصة الرقم اللي موجود هنا هنا ليش تعب نفسي وعمل له بروسيس شالوا المنطق البارك يطلع ستة وخمسين لكن ردت لي النص كله 64 إلى هذه الدرجة من الدفاع ما عندهمش استعداد يضيعوا الوقت للدكة اللي هي تحصيل حاصل يعني بصراحة لا لا هي كمان يعني الدكة 64 عشان كده تطلع 64 هي نفسها الكلام اللي هم بيقولوه كانوا بالأورجنال بالكمبيوتر اركتكتشر كان يقول لي التالي يقول لما انا لن اخرج البايت من مكان الى اخر اشتي اضمن انه ما تغيرتش البايت تعملوا لي ثمانية بيت سبعة منهم دالة والثاني سموها لي بارتي شيك بيت كان عندي نوعين ابن ابن بارتي شيك وعندي اوت بارتي شيك ما المقصود بالابن والبارتي الابن بيشوف كم عدد الوحايد اذا كان ابن يعني زوجي ولا فرد الابن اذا الابن توصل عدد الوحايد الى عدد زوجي يعني كانت البيت حقي 1 0 1 1 0 1 1 2 3 1 تمام لو انا بستخدم الابن ماركت شيك باجي اشوف 1 2 3 4 5 انا محتاج احط 1 عشان يكون ابن لو كان بستخدم الاود بحط 0 عشان يبقى عدد الوحايد عندي اود هذه الفكره هذه الجد الاخيره هي ستيت شيك هي الدولة اللي بناخذ بالمناسبة ها فوزي ما تدرس تجي اخر الباركت شيك فقبلك بدل نحسب على حاجة إضافية نتيجة لعملية حسابية أنا حسب على الكعب الرحب وهذا كان دفترية من ال كنت أتمنى أن الكتاب يشير إلى هذه النقطة للأسف أنا يعجبني الحاج الكتاب اللي بيرجع في الأصول لأنه مهم متخيلين أنه الناس مصحصحة إحنا قبل واحد مننا درس البلد موضوع أغلى درس صعب لهذا الإنسان داتا انكريبشن ستاندرد بتشتغل تحت أربع حالات الحالة الأولى اسمها الكترونيك كود بوك الالكترونيك كود بوك مود هل ايش خليك معي بس ركز لك طيب أحد الله صلى الله عليه وقسمه إلى بلوكس من 64 بيت ويعمل مع الجين العملية أخذ البلوك الأول وأخذ الكي يعمل العملية بعدين أخذ البلوك الثاني والكي يعمل العملية أين المشكلة الآن؟ لا ما عندي مشكلة البلوك كم بايت؟ 8 بس 8 ممكن يكون عندي نص هنا 8 بايت مكرر مرة ثانية
نفس المصدر نفس المصدر A B C D E F هناك A B C D E F بلعت معايا النصين هو ايش اللي يحصل؟ حيحصل الانكريبشن فاليو الانكريبتد سيفير السيفير حقي للتو بلوكس هذا المعنى متشابه هذه على طول بيتم للكريبتو اناليسيس من المسألة في هذا في التشابه تشابه وابحث عن التشابه واحدة حل الكل هذا العيب اللي فيها سهلة وسهلة الفهم سهلة فعل لكنها هذا عيب خطير فيها النوع الثاني اللي اسمه سيفير بلوك تشين مود لاحظ عليه سيفير بلوك تشين سي بي سي صح كده لاحظ عليه تشين عالم البلوكس على انها از تشين واحده بعد واحده كده سلسله تشين معناها سلسله فالبلوك حقي يقول لي واحد اثنين ثلاثه ترتبهم كده وبعدين قسم بحكم لا ستاندرد ولا شوية اخذ الكي وعمل البلوك الاول تمام معايا وبعدين عمل اور بين البلوك الاول والبلوك الثاني واخذ الماتريك وضربه بالكي طلع له واحد ثاني عمل له اور على اللي بعده والى اخر شيء اعقد المساله شويه انا المشكله عندي لو حصل خطا في اول عمليه كله خطا حينسحب الخطا معك الى اخر كان في قوه كويسه لكن كان هذا الغير هذه كيف يحصل خطا لو حصل اي عمليه خاطئه اي عمليه خاطئه هو البلوك الاول اختاره بشكل راندومي لا 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 اخذ 64 بيت الاولى من النص اوكي واخذ كي لو اخطا في عمليه الحساب في هذه المنطقه الخطا حينسحب مع الاخر وهذا لو حتى ضاع حرف ولا حصل اي كوربشن ولا اي نويز في المنطقه هي المعنى كل الانسحاب الخطا هذا نفسه خطا قاتل يعتبر الحاجة الثالثة سليب فيدباك سيفير فيدباك مود في هذه الحالة قال لك أنا ما بقسمش بلوك بستخدم تماما زي السي اف بي زي السي بي سي زيها بالضبط ولكن ايش اللي بعمله؟ بعمل انيشيت فاليو فيكتور واربطه في هذا الكي ايوه ليش؟ عندي حاجة واحدة لأنه بالأول مش أنا أوربت هذا في هذا فليش أكرر العملية دي؟ حمل فيكتور وأوربه بالنسبة وبعدين أعمل له إنكريبشن حعقد المسألة الفيكتور هذا اللي إحنا كنا نسميه نوم كل مرة حياخذ فيكتور جديد وحيتعقد المسائل في هذه العملية لكن حيظل متبع نفس الشيء كل واحد على الآخر تمام كده؟ ميزته هذا انه بيستخدم البفر لاحظ بياخذ المسج از بلوك الى البفر وبيبدا يجمع البيانات الى ان تصبح باكت كامل الى ان يصبح بلوك كامل وبعدين بيعمل انكريبشن وبيبعثها وبيبعثها وبينتظر الثاني وهكذا واحد بعد الاخر تصبح شيء ولكن كل واحده بتتعامل على فلن ينتقل معاك المشكله كده الاخيره هذه الاوتبوت فيد يقول لك بدل ما يعمل فيكتور هيعمل سيد سيد معناها بذره لعمليه هذا السيد راندم بلوك هو بيجي وبعدين حينفذها في اول بلوك ويتبع الخطوه اللي قبلها يضرب يحطها بالفخار يجمع يعمل انكريبشن وياخذ السيد الثانيه تمام يطلع من الاول سيد جديده يضربها في الثانيه ويعمل انكريبشن وياخذ سيد جديده كل مره المشكله نفس اللي قبلها لا السيد اللي بيولده الان
لو خطبنا اولا لا السيد اللي بيولد